السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فريق الوداد الرياضي ضيف فريق رجاء بني ملال في مباراة المتناقضات هكذا بالاسماء التالية على مستوى الحراسة: أحمد رضا التقناوتي، بقية الأسماء بدر قادر يا جبران وأوك بديع. هذا هو التشكيل الأساسي. في بنك الاحتياط هناك عيسى السيودي، تواجد وليد الكرتي، يوسف. بالنسبة للحكم ربيع زين العالمون صفيما، بالنسبة لغرفة الفار تواجد الحكمين بلوط والسحمودي. سرعني والسادة والسيدات كذلك لتشكيل فريق رجاء بني ملال في مرة اليوم بعوش حبيب الله الدحماني عرض سقطة ثلاث، يعني الانتصار ولا شيء غير الانتصار بقلب الدار، هكذا يرفع الشعار. المركب الرياضي محمد الخامس، ركلة ركنية ثانية لفريق الملالي، مقوس راسي، اخطر فرصة لفادة فريق الملالي في حدود دقيقة 16 لفريق الملالي. شوفوا معي خروج خاطئ بالنسبة لي من الحارس احمد رضا التقراوتي. جول 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 جماهير الودادية، شعار التحدي بالنسبة للاعب العين الحداد الذي تحدى كل الظروف وتحدى عقم الوداد على مستوى خط الهجوم في هذه الجولة الأولى وكذلك الجولة الثانية، ليستغل هفوة على مستوى الدفاع ويسجل هدف في حدود الدقيقة 63. أيها السادة والسيدات، هدف لإفادة فريق الوداد الرياضي. اختفى الوداد في الجولة الأولى ومع بداية الجولة الثانية، لكن حينما ظهر حينما تحرك تحركت الشباك وبلمسة لبعاد من جمع راس الفريق الوداد الرياضي. مشاكا زادي كوسودي نسير الفرشة اليسرى، محاولة سهيل سهير يفعل سهير 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 يتقدم سهير، فرصة خطيرة 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 خطيرة. ركلة جزاء لإفادة فريق الوداد الرياضي. شرف قميص الوداد بالفعل يعلن عن ركلة جزاء للوداد الرياضي. جول. الأسماء والجماهير الودادية سعيدة بالنقاط الثلاث، أكيد غير سعيدة بالأداء المقدم في مقابلة اليوم، غير سعيدة بالمستوى. سليمان الحسوني يسجل الثالث، ينهار فريق رجاء بني ملال في هذا الجولة، يقال ختامها مسك، هدف وهي هدف بتسديدة لا تسد ولا ترد من جانب أيمن الحسوني، يمنح الهدف الثالث والنقاط الثلاث لفريق الوداد الرياضي ويقلص الفريق عن الرجاء الرياضي.